السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أنتم بدأوا ديال هالكني وشكال تي في وحنا لسوق عليه هذه النوقة بلدتنا أنه هو ذي دين صومر النور كالظهر نمو ورك وحوصي توصي ذين كجي من إياه مقالة ذا تكتشيغا وحنا ذين كود ديارة سوتبين تصور كمان تاني قواه فيهيم إبراهيم وتايدا وضيال أنكو بلابي تفسير كقرآن كريم كهيا مانتا لغسو قبقبيي مسجد كروضة العلمي هي مقالة ذا دقحبور تفسير كا قرآن كا كريم كا آه أيا لغسو قبقبيي مسجد هرودات العلمي إيكويا لاه مقالة ذا دقحبور إي حرنتا قول كشرر تفسير كان لسو قبقبيي أيا نسعودي مدة سيديد بلوضا وحانا مدة ديو سعودي سحري دا وآخرين أيي شيخ أحمد شكري أو آه مدارس كا قودة مساجد كا إسلام مركان آخريي كتب بضان أو أي كتح نايين حرت مساجد كاه أو آدو تير بضان إيادة ديو كلي وحان مناسبة دا حلفد سو قنانت كاه تفسير كاكا سو قيب غلي علماء الدين وحقرد إيا مرتي شرف كاتي مدييه مقالة دا تكتيغا يا عاسمة دا ديغان كاسو مالي دا وحان هالكا سياسي ودا تير وغا سو چيديين كلمة دا كساب سن در در قلين تا إيا دغيسي كا كتب تاكالا دوغن إلا غا آخرين أيو مساجد كا إيا أهمية دي فايدوين كا وولي إيا هاي حرطا إيا بلشادا كلايا دانين إيسا دغيسي كا تفسير كا قرآن كا كريم كا وعباد الرحمن الله الرحمن كا دو مديسو الذين كوي ويا يمشون سوانا يا على الأرض أردو دشادا هونا سكا تيما وإذا قرت خاطبهم إلا هذلان الجاهلون جاهلون تقالوا لهي سلاما نبت قليو وقت سيدنا علي وكوه رميو أولي هاي ساعدي الرسول كشاقي وابل لقاري وحل قبد بادنا وقرآن كقرس شديسة سحل لقاسة هذا ما لين ساعدي نقول تاريخنا أن تاقلنا هاي فتنكا إيا بلايوين كسعضاي إله يركي مريان مرضى مركة كدن بيسا ما من زمان إلا والذي بعده شر منه وقت والب وقت كدن بيهي وكسي شر بذي دي وقت كان هذا وحي مريسا وكي إمام الشابتي بحل جيسي يساقنا كلكو كهل لي وهذا زمان صبري من لك بلتي كقبل على جمر فتنجو من البلاولة وقت صبر بان جوغنايو روحي دينتي سهايستاي وحي لميتا هاي روح لحل لما نارا قعانتا كو هايستو اكالي دينتا سا لغو بدبادي وقت اكل كل شيء نيو والبا ساعد ديسي ولي هدا وقت اكي هل استاهابا لغو تيرا انها ساعد دينا نمحاين ويسو مراينا انا نبقى نواكلا عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك قرآنك حج يحجك ونقل مالك قيامه أما ذوقوا في الدعوين قرآنك الله هذا واكلين إن حجك ونقل إيهن وعديك الدش على حجك ونقل الله هذا عمد بالنقل حالا كتاب قرآنك الشيخ خير الله سيدي الشيخ محمد آد بو إنه بو ريي وحي النجح ريي كتاب قرآنك الدين تيس النجح ريينا وهذا مقشانه aad buu naga waaniyay warinti shaqa waxaan ka dareemay maamulaha soo gaaray dhibaatooyinka ay leeyihiin ilmaha yar ruba xafada soo gasho waxa uu rawaa inuu waaqto maamulka hada qaar waa ka kari kartaa oo waa tarbiyeyn kartaa qul baad u qaadan ama waa la hadli qaalada u noo qaadaynin oo waxa jira iyagoo naftaada ku soo naftaada ku marso u sheena hada u qureyn oo yow kaas hor qaadiba ana halka runnidiis marka inaga waweyn ee maartay culimada gaar ahaan dhalinyarta soo kacaysa aanu kutub quraan ku amal fallo amal falkiisa iyo aqrintiisa aanu aad ugu dadaalno kan ba akhriya dunba in kulli baanina kan min akhriya dunba kulli baanina waxa ku tala gashaan dadka dhalinyarta ee jiilka soo kacaya inay tahay dadka wax sugaya diinta ay sugeyso inaga waxa ka soo qaadan maanta diinta maxamediyeed aad ku sugeyso maalinkan billaahi inay ciriiri badan baan ka cabsanay in ugu yimaado kitaabka 8 bilood baan iclaaminay ilaahay uu noogu taamiyay alxamdulillaah rabbil ilaahi baan subhaanahu taala ugu shukriyeynaa fadliga ilaahay subhaanahu waxaanu horad qaadnay ee anagu aan wax naqoor weheyna aan ummada u sheegnay ilaahay ganagu asturay ayaa ku maatan ka bacdina culimada inuu soo ajibtay ee ilaa de magaaladeen dii jigjiga ee magaalada madaxa u ahayd kilalkeena iyo ilaa dig inta u dhaxaysa isaga timid aad iyo aad bay ugu mahadsan kulligood iyo dadka soo qayb galay
إن شاء الله تعالى كتابك وحي إلهي سبحانه وتعالى وينك كرسي وان صوتها ميلي أرضي حوق لبا مساجدك جوكته مكرفون هذا ساد أكتهين سوق برتكيزي كتلا ليهين سلا سوق كتابك إسكي السعودي أو مهرلي يقوليها إيه مهردو أيوة قدرنا يسيد أبرتو دم يلي إن شاء الله تعالى إلهي سيدي يسوك إن كرسي وحكلون هذا زي شيء قانو ماله إجازة الكتاب كان ده الشيخ يجيب أشوقه أو بحن إلهي دمكيسة تعلن علماء ده إنه دعين إن شاء الله تعالى هجاك ده وضيع القلب كاسي وحوها قلب كان جسوا قاري هديكان كا كوا ذلك دي بدي سنة جسوا قارين وحكم ده دول قرير كي وجوحو جنا أبد أيا كدا عيه جزيرة تايوان دول قرير حوغن ايا كل افتاي حيبها كونفريد اي جسيرة دا تايوان مانتو اربعا يودو اي كودنتين وغيران افر قوف هالكا كنتون كلا اي كودا وعمين دول قرير كان ايا عبركي سهلاغو قياسي تدبا دبعشن ايا سببين اي دسمويم بدن اي كبربوران هوالين او اه مغالدا اوغدو اي حدون تاواه دول قرير كا هالكا سيو دادا لدا سمتا بحي ياشو اي كسي قول قول ايان دول قرير كان او اه كي اوغو حوغن اي جسيرة دا كودفتا مدشن يالباتن سنة أيا laga dareemay dhulka buuraleyda ah magaalada caasimadda oo ah jasiiradda Taiwan ee Taipei ayaa sawirada iyo muqaalada laga helayo ay muujinayaan in dhismooyinku ay ruxmayaan isla markaana laga dareemay dhul gariirka wax ka gaadawadayaal dhanka kale wararka nooga imanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 qof ay ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 qof ay ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska oo ay ku qaadeen gudaha dalka Ruushka. Ukraine ayaa sheegtay in mas'uuliyadda weerar diyaaradda droneska oo ka dhacay gobolka Tatarstan ee dalka Ruushka in ka badan 13,300 oo kiiloomitir u jidka xadka Ukraine iyo Ruushka. Duqeymahan way ku dhaawacmeen 12 qof ayaa ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. Maamulka deegaanka ayaa sheegay in duqeymaha ay ka dhaceen magaalada Yel halkaas oo loo maleynayo in laga soo saaray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta ugu yaraan 12 qof oo dhammaantood arday ah ayaa ku dhaawacmay. Hogaamiyaha gobolka Tatarsam ayaa sheegay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn aysan wax dhibaato ah u geysan. Kaabayaasha dhaqaalaha ee labada goobood iyo hawlgallada wax soo saarka aysan saameyn ku yeelanin. Ukraine ayaa marar badan ka digtay in ciidankeeda ay soo food saartay sanad yari ba'an, balse waxay dejisay bartilmaameed ah in ay sanadkan gudihiisa ay soo saarto 1 milyan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah. Horaantii sanadkan, Ukraine ayaa la sheegay in ay suurto gashay in ay qaraacdo gaaska weyn ee la dhaafiyo meel u dhow magaalada, oo 775 mayl u jirta xuduudka Ukraine iyo Ruushka. وهكذا داوديال هو قدب كي يقدم بيه ورك الظهر دمي مانتا قدب كانيه وحاو الشيغ يامد كميدا سراكيش وغسرية دالك إيران يالو قدلي دوقين كدعضيه دالك سوريا ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay weerar loo aaneeyay Israa'iil oo ka dhacay dhismaha qunsuliyadda Iran ee caasimadda dalka Syria ee Dimashq. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa sareeyo guuto Maxamed Rida oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sareysa ee ilaalada kacaanka dalka Iran. Sida uu sheegay urur ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Iran, weerarka ayaa burburiyay dhisme dhowr dabaq ah oo ku dhagan safaaradda Iran ee ku taala degmada Mise ee caasimadda Syria ee Dimashq. Wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo Suuriya ayaa cambaareeyay weerarka, waxaanay farta ku fiiqeen Israa'iil oo ciidankeedu ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dhacdadan. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria, diyaaradaha Israa'iil ayaa weeraray dhismaha qunsuliyadda iyagoo ka soo gudbay buuraha Golan Heights 5 galabnimo ee maalinimadii Isniintii. Hagaag daawadayaal, intaasi waxaa noogu eeg warka duhurnimo ee Shakaal TV. Warkani waxa uu si toosa idinkaga imanayay magaalada Jigjiga. Waxaan idinla socodsiinaysaa anigoo ah Fahime Ibrahim. Intan wada dib ugu kulmi doono anigii baad Shakaal TV. Isku duba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaan Allah.